يعطاو واللي كانوا ما كنشوفوهمش كاينين حتى في المحيط ديال هذاك موضوع اخر. كاين اللي في المحيط ولكن كاين اللي اختار انه هو يبعد. انا واثق ان شاء الله من بعد هذا الشيء اللي كان هذا الانجاز في ظل هاد الوليدات اللي كاينين وخصوصا في ظل الوالد الركراكي بالطريقه ديالو بديك لا دبلوماسي ديالو عنده واحد الطريقه سهله باش كيتكلم وجه واحد العدد الرسائل اليوم ولاو دي ميساج واعرين تلقاهم على المستوى العالمي. انا كنظن بان التغيير غادي يفرض راسه بان غادي يولي شي واحد يحشم انه يجي ويبدا يعاود لنا داكشي اللي قديم هما غادي يبداو يحشموا لان ما مشى واحد الوقت كنا ما كنديوهاش فيهم. اليوم بان بان ما كاينش شي واحد اللي ما باغيش كره القدم تقدم ما بغيش تمشي كبير وشفنا اشنو ربحنا منها. اذا حنا بغينا ان شاء الله هذا الشيء يكمل وخصو يكمل ما خصناش نوقفوا لهذا الانجاز اللي درنا دابا. هذا انجاز غير فتح لنا ابواب ديال حوايج اخرين الا داز بحال اللي داز 86 وداز بحال اللي داز 2004 وبحال اللي داز 1984 كنحاولوا غادي يكون لي شي بركه وصافي شي بركه وصافي. انا بالنسبه لي غادي يكون لي اس زعما يغسل يدو الانسان على هذه البلاد ويغسل يدو على الرياضه في هذه البلاد لان ماشي غير الرياضه اللي كاينه اليوم. اقتصاديا المغرب يستفيد من ناحيه الدبلوماسيه اليوم المغرب يستفيد اليوم من ناحيه ديال اقتصاد الناس كتهتم من ناحيه السياحيه الناس كتسول فين جاء هذا المغرب انك في الواجهه ديال اكبر منافسه رياضيه نقولوا في نعم وحتى حيت لان كاين كاس العالم والالعاب الاولمبيه وحتى هذيك اللعبه اللي داروا بانه قالوا بانه اسبانيا غادي تواجه الاتحاد الاوروبي الامم المتحده كذباتها الاوضاع كذباتها اليوم هذوك ولادنا هذوك مغاربه ما كيفقدوش وهما اللي اختاروا المغرب ومع ذلك كاين شي ناس اللي كيتكلموا كيقولوا بانه البطوله الناس ديال البطوله الوطنيه حتى في شي تعليق هنايا انهم ماشي هما اللي نعم بالعكس لعبوا عندهم مراكز مزيانه بانوا بخير جبران جبرونيا جبران عطية الله داري مجموعه من اللاعبين مستوى عالي مستوى عالي جدا والاكاديميه ديال محمد السادس واخا انا عندنا مآخذ كانت كنتكلموا لان بالاكاديميه وبالامكانيات اللي عطى لها سيدنا هو اللي تكلف بها نخرجوا منها خمسه ديال اللعابه في حيت صوبت في 2009 13 سنه نخرجوا خمسه ديال اللاعبين وكنظن يلا علاش؟ كنظن هذا هو المعدل كنظن لا على الاقل تكون واحد لهم كانت ما بينها خمسه ديال اللاعبين دوليين ايه ولكن عاد خلي شحال عطات لي كلوب ايه انا هادشي كنقولوا ما بينش انا كنت تبان لك الرقم باقي انا بغيت تكون ماشي اكاديميه وحده تكون سونتراليزي تكون هذيك الاكاديميه كبيره بحال داكشي ديال كليغ فونتين وعندها لي سونتر ريجيون ولكن يكونوا دي سونتر ريجيون راه ماشي كلشي عنده هذا دور لا فيدراسيون اذا هاد الناس واش كلشي عنده الامكان يمشي لهاد الاكاديميه شحال غتقدا تهز الناس راه حنا اليوم الا خدينا المعدل ديال الشباب واحد 30-40% على الاقل غتكون واحد 3-4 مليون علاش ما توزعش هذا الشيء كامل وربما غادي نلقاو شي واحد في انزكان وغنلقاو شي واحد في ايتمنيوت زاكوره هذوك الناس اللي عندهم ذاك التمر عندهم ذاك النفس كبير هذوك التورنوا اللي كانوا كيداروا يعني بزاف ديال الناس كيلقاو فيهم لاعبين اللي يقدروا انهم يعطيو الشيء الكثير للمنتخب كاين هاد المناسبات وكاين حتى عاوتاني مع المراكز ديال تكوين الانديه اللي غتفيق ودير وديماري الاكاديميه ديالها هي غتبدا دير دي زوبيراسيون للتنقيب في هاد المناطق ثم لي سونتر ريجيونو يمكن الحديث دابا على اكاديميه محمد السادس اللي كاينه في سلا ولكن لي سونتر ريجيونو راه الدور ديال الجامعه الملكيه اللي خصها دير مراكز جهويه راه تعلن عليها تقريبا دي شي 5 سنين ولا 6 سنين باقي لحد الساعه مازال سمعنا لي سونتر دو فورماسيون بكري وذاك البيدجي اللي خرجوا لهم كانوا كيخرجوا لهم 150 مليون للفرقه اللي كيمشي لك بروميير ديال شحال من فرقه انا ما بان لي حتى شي سونتر دو فورماسيون انا حتى دوك لي سونتر اللي كانوا عند الفراقي ديالهم بحال البرنوسي فينا هما محمديه كانت كتخرج لعابه واعرين فينا يا ما بقى حتى حاجه كاينه مدارس قليله مدارس راهم تا هما ولاو كيلعبوا صافي على اين بعد قليل غادي ندخلوا
المهم يمكن راه هادشي اللي كنهضروا فيه حتى هو راه مهم يمكن حيت جاي هو اللي جاي كنبغيو ديما نديروا واحد الاطلال على هادشي اللي جاي من بعد عاد غنرجعوا لان الموضوع ديالنا حاليا الهاجس ديال الجمهوريه ديال المغربي هو المغرب فرنسا غادي ندخلوا غنحاولوا نديكورتيكيو هذا المغرب فرنسا من خلال التصريحات اللي جات على لسان وليد الركراكي وديدي ديشون في الندوه الصحفيه ديال هاد الصباح. الساعه الثانيه باستوديوهات شاد اف ام مواصل معكم برنامج البطوله. موعد ثابت كل يوم اثنين مع 9:30 الى غايه الساعه 11:00 90 دقيقه كيف ما هي في تيران معكم هي في البلاطو. قيمة كبيرة لكن زياش ارتكب غلط كبير انه الذهب قيمة كانت كبيرة مغرية حقيقة. اش قال الفار اليوم غادي نوقف عند موضوع مهم جدا للنقاش تشكيلة المثالية. يونس بالهبدا شو با داكور موسي بالهبدا سي دي باسي سي دي باسي سي دي باسي اذا غلطنا من اللي حطينا بالهند على مستوى السوق راه المنتخب المغربي يزن ذهبا على استفهام على زياش استاذ حز كرواسيا راه الاسبوع الويتو راه تمثيلو بمجموعين طويل ورابيد يتجدد بكم اللقاء في 100% فار مباشرة على قناتكم الفضائية شادا تيفي 100% فار المجلة المغربية لأخبار الرياضة مباشرة كل اثنين في 9:30 مساء يعاد بثها الأربعاء في 6:30 مساء والأحد في 11:00 صباحا على قناتكم الفضائية شادا تيفي. مشاهدينا مرحبا بكم في الموسم الرابع من برنامج حباب رباب. قناتي باش تغني الراب كنشر مع عمرها فكرت تغني الراب جامي الراب زعما كان كمستمع كنسمع مي زعما اني ندير هذاك لو با ونغني كل اغنيه ديالي راهي جامي دلافي في القمر لون الورود الله وارحمنا اللي خاف هو ماشي من ولا يغني. انا اصلا يعني اللي شجعني اكثر على انني ندخل يعني نغني وكذا هو الانستغرام كنحس باسي باقي بعيدة على انني نرتبط بالبيرسوناج ديالي 100% حباب رباب مع رباب ناجد كل يوم سبت ابتداء من 9:30 مساء على القناة الفضائية شادا تيفي. سالو لي زامي مرحبا بكم في نوفيل ايبيزود ديال شادا كوفر. لموني عليكم قالوا لي ننسى يا 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 الله 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 ذبايح المولى قولي اللي غاروا مني قالوا لي ايش عجبك فيها قولي خبرك يا الحبيبة اختيني يا لنا ذاتيني يا لنا نتذكر عدروب وين رجحنا الغرام ليش بعدنا وكيف درنا البان وتنسى لك الذكرى ترجعني Hello, hello, hello Is there anybody in there? Just not if you can hear me شادا كوفر مع سارة عزمي كل يوم سبت وأحد في 9 شادا فهم تحية لكل الأصدقاء تحية لكل المتتبعين المستمعين وكذلك المتتبعين على قناة شادا فهم في اليوتيوب. المغرب فرنسا ندوتين صحفيتين كانوا الصباح وليد الركراكي مع إلياس شاعر ثم ديدي ديشون كنظن كان معاه حارس هوغو يوريس وي اكزاكتومون دونك نبداو بال لي ديكلاراسيون ديال وليد الركراكي اللي ما عرفتش واش نتوما شفتو ك واحد الرزانه واحد يعني شفنا الهضره ديالو مختلفه على باقي يعني الندوات الصحفيه اللي كانت قبل. من ابرز النقاط اللي قالها وليد سي كو قال كو حنا جينا باش قلتها في البدايه اننا جينا باش نهزوا الرايه المغربيه ونهزوا القاره الافريقيه وما نبقاوش حاقرين راسنا يعني نقولوا اننا راه قادرين اننا نديو علاش لا كوب دو موند
فالنقطة الثانية سول واحد الجورناليست قال له كيفاش كتشوف مبابي وحكيمي يعني غير يلعبوا انصامبل. فجاوب قال له انا ما نقدرش نكون كنعرف مبابي اكثر من حكيمي لانه هو قريب ليه لا في الكوتي زعما في فرنسا في باريس ولا في كذلك القرابة ديالهم. فجاوبوا قال له انا الا جيت يعني نشوف مبابي غنسى اللاعبين الاخرين. قال لي مي مالوغوزمون بوغ نو يا با كو مبابي لي دونجورو سي كو كاينين بزاف ديال اللاعبين الاخرين غريزمان واوسمان ديمبيلي اوسمان دونك الخطوره غتكون في المجموعه كامله ديال المنتخب الفرنسي ماشي غير فقط يعني في مبابي. ومبابي الا جينا نفكروا فيه هو بوحدو غنكونوا درنا غلطه كبيره بزاف. فاكد ان كذلك ما كاينش الان وما كاينش الاوت ديال اللاعبين تنغدى الصباح دائما هو كيقولها يعني في كاع المباريات ما كيبغيش يصرح يقول شكون كاين وشكون اللاعبين اللي ما كاينينش. قال كو كاين عندنا واحد الطاقم طبي اللي كبير هذه النقطه الايجابيه اللي كاينه في ستاف يعني من بعد هذوك النقط كاملين الايجابيين ان تنغدى عاد غنعرفوا ان شاء الله شكون غيكون في الماتش. دونك بزاف ديال النقط تكلم فيهم وليد الكراكي وكما قلت يا منير يعني في الاوف كتحس بهذاك بهذيك ماشي الخلعه ماشي ستريس مي كتحس انها راه مباراه راه نقدر نقول اكثر مباراه صعيبه داز بها المنتخب الوطني المغربي لحد الساعه. دومي فينال مع شكون؟ مع فرنسا اللي فازت بكاس العالم يعني حامل لقب كيبقى حامل لقب. حاج خي بابا ابرز ما جاء في الكلام ديال الوليد الركراكي وخاصه فاش قال فاش ديما كيحط الضغط على المهم كيلوح الكره للخصم كيقول لك راه الكل كيرشح فرنسا وحنا غنسعاو نديروا لا سوربريز. انا اللي عجبني بزاف هو لا كونفيرونس دو بريس اللي كتكون افون ماتش دائما كتشوف بان النقط الاساسيه ما كيعطيوهاش المدربين ولكن كيرسلوا واحد الرسائل لزعزعه الخصم. انا سمعت واحد الرساله كانت قويه ديال وليد الركراكي اللي قال له نو نو سون با فاتيغي. فاش هضر على فاتيغي حيت هما اشنو كيتكلموا الصحافه ديالهم وهذا. انا الصباح شفت واحد ليميسيون شنو داروا في العنوان الكبير فرنسا La France affronte le roc. Le roc, c'est le Hajar Somm. C'est-à-dire, c'est le Maroc, le roc. Le roc, c'est le Hajar qui est كبير et قوي et qui ne peut pas dozo. Parce que nous, il y a un qui est un من الفريق الوطني وخا انهم كيبينوا انهم مثبتين وهذا. وزاد ورك وقالها هو وليد الركراكي قال لك الا كان هذا الشيء غادي ديرونجيهم بزاف خصهم يكونوا ديرونجي لان حنا ليكيب ديالنا يا با دو فاتيغ حنا اوني بخي. بالضبط قال لك يا با دو فاتيغ اون دومي فينال يا با قال لك وصلنا ونا غيانا بيغدغ اجوردي انا غيانا. ودابا الاكثريه كيقولوا السؤال اللي سولوا ديشان قالوا له واش راك تلعب مع فرقه اللي ما تخسر انتوما راه عندكم ما تخسروا كل شيء انتوما شامبيون دو موند انتوما اللي كتلعبوا بوغ لو دوزيام تيتر كونسيكيتيف اذا كتواجهوا فريق. انا كنظن انه الركراكي كان دائما ايكال لوي ميم كان كي في نفس التوازن غادي محترف 100% كيعرف شنو علاش كيتكلم كيعرف شنو لي ميساج اللي خصو يرسل ودار واحد احنا حسينا بعد احنا كغير كمتتبعين كمغاربه حسينا بان مطمئنين اللي كنتمناو ان شاء الله انه تكون الحاله الصحيه ديال اللاعبين مزيانه ماشي لا فاتيغ سي لا فاتيغ اون ريكوبير لا بليسور خصوصا ديال لي موسكل الا كان شي موسكل مقطع مضروب شي حاجه بحال كذا هذا اللي صعيب واخا يكون عندك احسن ميدسان في العالم ما يمكنش حنا كنعقلوا على فارس فلا كوب دافريك راه كان كيمشي بدي بيكور كان كيدير دي زانجيكسيون باش ما يحش لان ما كانش كيقدر يتحرك بالرجل ديالو وكان انديسبونسابل وكانوا داوه كان مريض وداو 76 بالبراوات باش كيتمشى باش كيتمشى حمد فارس. دابا هنا راه ماشي نفس الشكل راه شفنا السايس راه ملي طاح راح توصل لحد
وربما دجا في الماتش اللي قبل ورك ورك لانه ولاحظنا انه وقع واحد بحال كفوياج من بعد ما خرج لانه راه ركن ديال الدفاع. انا كنعتقد بانه هو اللاعب الاساسي وكلشي راه هما كيتكلموا عليه حتى هما دوك الفرنساويين كيسولوا على سيس وكيتكلموا على بليسيور ديال سيس اسكي سخا بري. الحمد لله حنا اوني كونفيون. انا طمأتني لا كونفرنس دو بريس ان كان كيهضر بواحد الثقه وكان كيهضر واحد الرزانه اكثر ومن الاشياء الايجابيه اللي قال وليد قال كو بزاف ديال الناس ومنكم نتوما اللي هنايا فهو هذا الشيء بلسان وليد انه كيقولوا صافي حنا وصلنا نصف النهائي فهذا بحد ذاته راه تتويج لينا راه الحمد لله وصلنا لذاك الشيء اللي بغينا. لكن انا ما كنشارككمش الراي انا حدي وصلت للدومي فينال الا هو باقي جيعان وباغي مازال نوصل للفينال وعلاش لا ندي لا كوب دو موند. ولكن بزاف اللي غيقولوا راه انا مسطي بهذا لو فغي تيرم قالها جنون هكا قال انا مجنون وكاع يعني التوقعات ضدنا احنا كمغاربه اننا يعني قدام واحد المنتخب اللي دا لا كوب دو موند قوي بلاعبين ديالو بالمدرب ديالو. ولكن انا كنقول انني انا راه منتخب وطني مغربي وعندي لاعبين اللي قادرين حتى هما ينافسوا على هذه المستويات الكبيره. نعم والتوقعات راه كانت ضدنا من النهار الاول من نهار دار لو تيراج او سور وي ملي كتشوف هذاك سي لو جروب دو لا مور اصعب جروب. الفريق الوحيد اللي تعذب العذاب الاليم باش وصل لهذه المرحله هو الفريق المغربي. والدليل هو الجروب باقي فيه دو زيكيب دابا باقي فيه دو زيكيب المغرب وكرواتيا. لا كرواتي ماتش كان صعيب كتجي كتبعها كتبعها الاسباني ان غرو كاليبر قداش ناوه ملي كتسمع اسبانيا ودوك اللعبه اللي فيها كتقول وزيرناهم. ملي كتشوف الكندا غير كندا هو داك الهدف الوحيد اللي سجل علينا شو كتجي كطيح في البرتغال راه ماشي حاجه سهله اللي دوزنا. اليوم ملي وصلنا للدومي فينال وقالها هذا هو عاديه انه ما يمكنش وصلتي لواحد البلاصه اللي راه اصعب حاجه درناه هو اننا نوصلوا للدومي فينال وهذا الكاغي هذا المربع الذهبي هو اصعب حاجه. علاش حنا اليوم على بعد خطوه اليوم راه غادي تكون خصها تكون العزيمه اقوى وان شاء الله تكون اقوى بهذا الجمهور وبهذا النيه اللي حنا كنتكلموا بها لان شفت واحد العدد ديال النكات تلقات قال لك بان النيه لا فيفا غتدخلها كوم دوباج باغيين يدخلوها في القوانين انا ما بقاش تدخل تقول لنا النيه واش نديرو فهمتي قال لك بغي يدخلوها في خانه ديال لي دوباج. دونك هذا الشيء اللي درنا اليوم حنا الحمد لله كلشي عندنا ربح وبالعكس هادشي خص يزيدنا قوه وعزيمه لان الفرنسيين انا نفضل نلاقي فرنسا ما نتلاقاش مع الانجليز. الانجليز عندهم واحد اندفاع قوي هادوك كيلعبوا غير كود اخرين الفرنساويين راه كيلعبوا بحالنا تقريبا راه دوك الدراري كاملين راه عندهم نفس النيفو لو ستيل ديال لي زونغلي كيعتمدوا على لا فورس كيعتمدوا انه داك لو بريسينغ صعيب. دونك حسن لينا هاد الفرنساويين وحن فيهم الله شو خاسرين على هما اللي خاسرين ما حنا غادي نمشيو تما غنتقاتلوا معاهم. اول مقابله رسميه اول مقابله رسميه باسكو لعبنا معاهم يعني خمسه ديال المقابلات كانوا وديات ياك دونك كتكون اول مقابله رسميه مع المنتخب الوطني. كان تورنوا ديال موناكو في 88 ربحونا بجوج لواحد كاس الحسن الثاني 98 درنا جوج لجوج كاس العالم كاس الحسن الثاني 2000 ربحونا ب5-1 كانت اول مباراه كيحضرها الملك محمد السادس كمالك في ديك المباراه النهائيه ديال كاس الحسن الثاني. ولكن ديك الساعه كان الفريق الوطني المغربي في طور التغيير يلاه جا غاسبير زاك غاسبير زاك وهما كانوا لا غروند ايكيب ديال زيدان وديال انيلكا وديال وكانت المباراه الوديه في مارسي كانت بدا في مارسي في 99 هذيك واحد الصفر كنظن الا كان عقلين فاني كانت واقيلا لا سيمين دو ماروك في فرنسا سيمين دو ماروك سيمين دو ماروك واخر مباراه اللي جمعتنا بهم هو 2007 اللي انتهت ب2-2 كنظن وي. ومن هاد خمسه ديال المباريات سان دوني ومن هاد خمسه ديال المباريات ثلاثه منهم كان المدرب هو اوري ميشيل الراحل اوري ميشيل في 2007 وفي 98 وفي 99 كاسبير زاك كان في 2000 وفي 88 راه كان فاريا
اليوم راه كلشي مغاير اليوم دابا اليوم كلشي هادشي كيبقى على الورق وشنو اللي داز فرنسا غتلعب مع اول مدرب مغربي غيلعب مع فرنسا راه هو تبع الاحصائيات وقالها دي ديشان قال بان هذوك الاحصائيات راه كيعطوك واحد الفكره ولكن ماشي هما اللي تعتمد عليهم لان المغرب اليوم ماشي هو المغرب اللي تلقاو ديال البارح وقالها وليد قال لك بزاف الخصوم ما احترموناش. تكلمنا على فريق الوطن المغربي غندوزو نشوفو الراي الاخر عند ديدي ديشان وغنرجع بكم تشنو قال فاران البارح ومع كوندي في الندوات الصحفيه اللي داروا ديال المنتخب الفرنسي البارح. كانت ندوه فرنسا ندوه صحفيه كانت خاصه بالمنتخب الفرنسي بحال قلتي داخليه ثم اليوم ندوه صحفيه رسميه ديال المنتخب الفرنسي اللي كان فيها ديدي ديشان. فاصل ونعود. موعد ثابت كل يوم اثنين مع 9:30 الى غاية الساعة 11:00 90 دقيقة كيف ما هي افتران معكم هي في البلاطو. قيمة كبيرة لكن زياش ارتكب غلط كبير انه الذهب قيمة كانت كبيرة مغرية حقيقة. اش قال الفار اليوم غادي نوقفوا عند موضوع مهم جدا للنقاش تشكيلة المثالية. بالنسبة لهذا شو فاداكور موسي سي ديباسي اذا غلطنا ملي حطينا بالهند على مستوى السوق راه المنتخب المغربي يزن ذهبا على مستفهام على زياش استاذ حزه كرواسيا الاسبوع ال8 راه تمثيلو بالجمهورين طويل ورابيد نعم. يتجدد بكم اللقاء في 100% فار مباشرة على قناتكم الفضائية شادا تي في. 100% فار المجلة المغربية لأخبار الرياضة مباشرة كل اثنين في 9:30 مساء يعاد بثها الأربعاء في 6:30 مساء والأحد في 11:00 صباحا على قناتكم الفضائية شادا تي في. مشاهدينا مرحبا بكم في الموسم الرابع من برنامج حباب رباب. كيفاش قناتيها باش تغني الراي؟ ما عمرها فكرت تغني الراي جامي الراي زعما كمستمع كنسمع مي زعما اني ندير هذاك لوبا ونغني ديك الاغنيه ديالي راي جامي د لافي في القمر لون الورود الله وحنا اللي خاف هو ماشي من ولا يغني. انا اصلا يعني اللي شجعني اكثر على انني ندخل يعني نغني وكذا هو الانستغرام. قولوا لنا غيت مولاتي كنحس باصي باقي بعيده على انني نرتبط بالبيرسوناج ديالي 100%. حباب رباب مع رباب ناجد كل يوم سبت ابتداء من 9:30 مساء على القناة الفضائية شادا تي في. سالو لي زامي مرحبا بكم في نوفيل ابيزود ديال شادا كوفر. لموني عليك وقالوا لي ننسى ذبايح المنام كل اللي غاروا مني قالوا لي ايش عجبك فيها ولي خبرك يا الحبيبة اختيني يا لالا ذاتيني يا لالا نتذكر عدروب وين رجحنا الغرام ليش بعدنا وكيف قدرنا على برنامج البطولة على شادا اف ام. الحاج محمد خيبابا المنتخب الفرنسي انا عطاك اول تصريح ديال ديدي ديشان في الندوة الصحفية ديالو بعدا سمحتي لي نعطيك واحد النقطة اللي قالها عاد تفكرت وليد الركراكي قال لهم بان الصحافة الاوروبية مقلقة لان المغرب كيلعب الان بالطريقة الاوروبية. قال لهم في فرنسا ولا واحد العدد ديال الدول كانوا كيلعبوا ديك الطريقة ديال يخرجوا يشدوا البالون ويخرجوا يغامروا به وكنا كنخسروا كنرجعوا في حالنا. اليوم قال لهم هذوك الفرق الاخرين اللي لعبوا معنا كتلقى عنده لا بوسيسيون دو بال حيت قالوا له واش غادي تلقى لهم الكره ولا غتلعب بالطريقه اللي كتلعب دائما. قال لهم انا الا خلاو لي الكره انا غادي نلعب ما خلاوهاش ياخذوها عندهم باسكو قال لهم كتلقى 70% 80% ديال بوسيسيون دو بال عنده دو تير كادري انا عندي 20% عندي دو تير بحالي بحالو نقدر فايتو كاع بحالو. قال لهم لي ستاتستيك حنا اون فاجوي لا فاسون ديالنا
لا فاصون اللي كنعرفوا لها. وحنا لو بيت ديالنا سي دالي لوان دون سيت كوب دو موند. كان ان غيف اننا نربحوا لا كوب دو موند. اون فو جوي بو غاني لا كوب دو موند. وبالطريقه ديالنا اللي خاصنا نديرو، ماشي بالطريقه اللي غادي تعجب بعض الناس اخرين. غنديروا اللي كيسلكنا حنا، سادير اللي غادي في الامكانيات ديالنا. انا قبل ما نسول ايمان على ابرز الخطوط العريضه اللي جات في هذا، انا بغيت نسولك على هاد الصواب اللي كان في الاراء ديال الفرنسيين في كاع التصريحات ديالهم. انا عطيت دابا ثلاثه النماذج اليوم، هادي ديال ديشون، الكابيتان يوغو يوريس، ثم البارح رافائيل فاران وكوندي. كاين داك الصواب ديال فوالا لو ماروك ني با لا بازار وداك الشيء، ولكن واش كتحس انه وسط الكلام ديالهم كتبقى ديما ديك الانفه ديال ايه؟ ولكن ما عندهمش اختيار منير، لان اللي قالوا شي حاجه اخرى غادي يكونوا ريديكول. بحال اللي صرح واحد الصحفي ترغم عليهم انهم يتكلموا، واحد صحفي بين مزدوجتين اللي كيقول لهم بان المغرب غادي يجمع قشقش وغادي يمشي وانا هذا، فبالتالي وعطى شي فينال ما فيش قال حنا بحال حنا ما كاينينش في الخريطه. هادو ناس كيهضروا واقعيين. انا حسب التصريحات اللي سمعت ما بانليش داك التعالي لا من الصحافه ديالهم ولا من هذا. كيقولوا بان المغرب ني با اريفي باغ هازار تما، بان الى افرونتي دي زيكيب صعاب. سيدي كيعترفوا الواقع يفرض نفسه باش يكون هذا التصريح، لان اش غادي يقولوا اخر؟ اش غادي يقولوا؟ يقولوا تسطحنا مع هذاك الرباح؟ غادي شنو غادي يقولوا؟ سيدي بروفيسيونيل بحال حتى هو راه تكلم عليهم، راه قال لهم وليد ركركي ان ديدي ديشون سي لو ميور سيليكسيونير دو موند. راه تكلم عليه زعما قبل يعني البورتوغال عادي زعما كيكون هذاك الشيء. غير هو التعاليق كانت عاديه وحقيقيه. انا ما لاحظتش بها سيتادير وصلنا لواحد المستوى اللي الناس كتكلم باحترافيه وكيتكلموا بواقعيه وباحترام. راه ماشي توصل الكر هذا المربع الذهبي تكون مساطح ولا شي بيت دخل هكذاك ولا امبوسيبل. ممكن توصل. قال لهم المغرب اون تري بون ديفونس، ولكن با سولمون لا ديفونس، كون ما عندهمش مثلا اون اتاك ما كانوش غيوصلوا للدومي فينال. فوالا قالها، قال لهم لو سيستيم ديفونسيف واعر. سيستيم كلهم كيتكلموا مي با سولمون على السيستيم، والناس كيقولوا بانه هذا السيستيم اللي دار وليد ركركي خصو يبقى يدرس. لان انا نقول لك شيء، انا من حياتي دوزتها في الرياضه ودوزت كنشوف هذا الشيء. اول مره كنشوف اننا كنلعبوا واحد سيستم مدروس، ان سيستم اللي كل واحد عارف بلاصتو، كل واحد عارف شنو كيدير. اي لاعب كياخذ كره الا كيمشيو له جوج ثلاثه، اي واحد كيبغي يتهز يبغي يحاول يخرج، والناس كتشوف البلاسمون ديال الجوار ولاعبين باقتصاد. الناس ديالنا ماشي داك الجري بزاف انه يعذبوا حتى يوصلوا للتيران ويعاود يرجع. راه اللي تمحن في اخر ماتش كان زياش فنا شنو تعذب، كيفاش كيطلع وينزل وتغير، لانه وصل ما قدرش انه وخصوصا انه خرج في واحد الظرف صعيب، لان دار المجهود بوكو دكور دار ليفور. زعما اللعابه ديالنا سون كوفير باغ ان سيستيم زوين، سيستيم اللي كيخليهم كيلعبوا براحه. انا قلت لك كنتبع الرياضه كنشوف داك الشيء مزيان، والناس كلشي لاحظوا انه الطريقه اللي دار كلشي المدربين اللي دازوا ديال اسبانيون لا ديال البرتغال، قال بان ما لقيناش الحلول والسوارت باش نحلوا داك الريدو اللي داير وليد ركركي في المقابله. باقي تصريحات ايمان؟ فنأسس هذا الشيء اللي قلتو، انه قال باللي المنتخب الوطني المغربي كيمتلك دفاع قوي وكيصعب الاختراق ديالو، وبزاف ديال المنتخبات اللي لعبنا معاهم انهم ما قدروش يوجدوا الحل باش يخترقوا ويستطيعوا الوصول للشباك ديال المنتخب الوطني المغربي. كذلك ضاف وقال انهم عندهم دفاع منظم وعندهم كذلك كيمتلكوا مهاجمين جيدين على مستوى الأجنحة. يعني من غير الدفاع فكاين هناك هجوم كما قلت يا منير. الدفاع راه كاين، ولكن كيفاش غيقدروا يستطيعوا انهم يسجلوا اهداف الا ما كانش عندهم يعني لاعبين مجتهدين؟ فقال حنا في نصف النهائي، يعني ماشي شي حاجه غريبه. بغى يعني يقول انه راه فرنسا هذه يعني ما كاينش نسخه جيده وما كاينش زعما سر لهذا الشيء اللي وصلنا ليه. وهضر على غريزمان، قال باللي كيبغي ارقى اللعب اكثر ما يمرر الكره.
وتكلم على ان بزاف طرحوا اسئله ان فرنسا سياسيا مع المغرب والسياسه وهذا ما ندخلوش حنايا في هذا الشيء حيت كنبقاو حنايا في الكره. ودي دي ديشون اكد على هذا الشيء قال لهم حنا غدا لنا مقابله ديال كره القدم رغم ان يكون تاريخ سياسي فحنا كنبقاو لاعبين كره وما غنهضروش على شي حاجه من غير الكره. شوف البروفيسيوناليزم ديال هذا السيد هذا. وكاين واحد التصريح ديال اوغو يوغيس وي هضر على الاجواء اللي كتكون في الملعب والجمله اللي قال هكا قال لك ان كليما هوستيل دون لو ستاد بور لا دومي فينال. هذيك شنو بغا يقصد ديك هوستيل زعما اي درجه واش درجه العدائيه زعما ولا عدائي يعني اجواء معاديه ولا شنو غنصفقوا عليه شنو زعما مشحونه كاين جما كاين هذاك الشيء هذاك راه خصو يكون هادي شفنا الانجليز مع امريكان شفنا فهمتي لا هو راه فات فيها كاع دائما اللي كنصفروا عليهم عادي شوف ذاك الصبر عندك الناس عندك الجمهور 90 دقيقه هو كيصفر 90 دقيقه الناس كتصفر وكيشجعوا المغرب. واحد ذاك المذيع ديال بلجيكا كان كينقل المقابله ديال المغرب مع بلجيكا قال لهم شاك فوا كو لي جوار بالج بخي لو بالون اي كومونس ا سيفلي واش بغيتي يديروا يصفقوا عليك فهمتي كتسمع داك الشيء حنا راه حنا كنفرحوا كنقولوا الله الحمد لله هو معانا داك الجمهور. ومن النقط اللي جبدها وليد قال انا فرحان بزاف لانني انا غنلعب في الدار كيما لعبت هاد الماتشات فلعبت في الدار وديك الاشياء الايجابيه وديك البوزيتيف فايبس كيما كنقولوا كناخذوها من عند داك التيران خطير وقالها عنده داك ليكو عنده داك ليكو شوف بلا تيغان حنا في محمد الخامس مولاي عبد الله في باختو حنايا دايرين الخدمه ديالنا. شوف انا كنهضر بسميه الجمهور لانني كنحس انني بحالهم دونك الجمهور المغربي لا يعلى عليه. ومن النقط الايجابيه واللي ديما كنقولها ديما كنجبدها منير ديال ديروا النيه راه بهذيك البوزيتيف الاحاسيس الايجابيه راه غتخرج غتضرب في برا وغتخرجوا فعلا في ثلاثه الماتشات والله سي تري امبورطون داك لو بوبليك راه كيعطيك واحد الادرينالين كيعطيك دوك لي زوند بوزيتيف رهيبه مجهدين وعندنا جمهور واعر. علاش قلت لك بان حنا اللي منظمين هذا كاس العالم حنا اللي منظمينها علاش القطريين ما دازت مرور الكرام هذاك الشيء ديالهم واه كاين البلد ديالكم حنا اقرب دوله القطريين واقرب دوله لكل العرب ولكل افريقيا. المغرب دائما كان كيحاول يجمع اليوم حنا جمعنا العالم العربي هذا حنا الباح جمعنا افريقيا خلي هذوك دابا اللي شي واحد ما كيبغيش يجبدنا وهذاك احسن ما يجبدوناش شي واحد احسن والله احسن لا غير واحد فيها منهم ولكن البوبليك ديالنا ايوا دابا اليوم الناس بيتين قدام لي زاجونس باش ياخذوا لي ديال الطياره الناس واحد السيد جا من مراكش راجل كبير قال مسكين في واحد القنت قال لك انا جيت من مراكش لان الدار البيضاء قلت غادي يكون بلايص كثر باش نقدر نمشي بلايص كثر ولكن راه اقبال كثر 30 طياره 30 طياره كتهز 380 340 ديال الناس واللي مشى ما كيرجعش راه ماشي اللي مشى كيزيد غنمشي غنتفرج في هذا الماتش وغنرجع حتى كيزيد وعطاوهم هما لا بوسيبيليتي انهم ما خصهمش حتى هما يزيروهم عطاوهم حسب الارقام اللي عطاها سينو في البارح في 100% فار حسب الارقام ديال المغاربه حسب احصائيات ديال الشركه ديال الطيران شحال ديال المغاربه اللي مشاو يعني اللي مشاو كاينين الارقام بزاف هي ماشي تقريبيه فيعني بزاف ديال الطيارات يعني مشاو من هنايا كلشي تقريبا 40000 مغربي كنهضروا على 40000 45000 اللي جات 45000 الناس وخلي الناس اللي ساكنين الناس اللي جاو من اوروبا الناس اللي جاو من السويد الناس اللي كاين اللي جا من الامريكان كاين شوف راه كاين الناس اللي جاو هذوك الخليجيين اللي جاو كاملين باش يشوفوا المغرب واقفين معنا. شوف راه عندنا واحد الربح كبير ربحنا بزاف في هذا الشيء هذا بفضل هذوك الوليدات اللي كانوا والله العظيم الا داك الشيء ما تربحوا لك لا دبلوماسيه ولا حتى شي حاجه ما يمكن توصلوا حتى شي حاجه. اليوم كلشي عارف المغرب خاص هاد المسؤولين يعرفوا المغرب المسؤولين المحليين ديالنا ديال الفرقي يعرفوا شنو هو المغرب هادو اللي كيدوروا دابا بالفرقه واللي ما عندهمش فرقي واللي كنتمنى على الله انه الا كان شي مكتب جامعي غادي يكون
برك اللي داز ما عندوش فرقه يمشي في حالته الله يعاونو عاونو فرقته ما بغاتوش عشان نخليوه كيحكم على المستوى الوطني هذا من واش كل واحد كيدير على المزاج ديالو خصنا يكون الناس تكون تمثيليه هذا هو راه هذا الشيء كامل ملي كتجمعوا كيعطيك واحد النتائج اللي حنا بغينا نوصلوا لها. بوشعيب اخوت قال لك اول مره كنشوف المعلق الرياضي خيب بابا الله يعطيه الصحه. الله يحفظك غادي نشوفك هكا. الله يحفظك. انت كتسمع غير الصوت السي بوشعيب. الله يحفظك ويعطيك صحيحتك. فتحيه للمتتبعين معنا هنا في اليوتيوب وتحيه للمستمعين اللي كنقول لهم بدايه من هذه اللحظه. ها هو حمزة استقبلكم بالابتسامة على 0522-36-05-36 مرحبا بالآراء ديالكم مرحبا بالمشاركات ديالكم الهاتفية تعليق ديال خويا العبداتي فرنسا تسجل عليها في جميع المباريات في المونديال وفي خمسة الماتشات تعطاو ضدهم ثلاثة ديال البيلانتيات يعني لا استمرنا الفرص ضدهم ولعبنا في 30 متر الأخرى غادي نجيبوا أخطاء ولما لا بيلانتي بسبب ارتباك الدفاع حكيم المنوزي on est en phase de transition et changement de mentalité. وي سي حكيم فؤاد دوسلدورف تحياتي اخويا بارك الله فيك اخويا الله يحفظك وين جيك حمزه ديما المغرب التوفيق ان شاء الله مربوحه خالد عابر الله يشافي فخر الدين ان شاء الله سي وديع تحياتي لك اخويا تحياتي لخالد وحموش كنتمنوا من جميع الصحفيين والجماهير المغربيه يديروا قطيعه مع الاحتفالات مجرد تاهل النهائيات علاش اخويا اول فوز على منتخب كبير الركراكير صنع لنا طريق وما خصناش نرجعوا للور وشوف تكون هذه تجربه اولى ان شاء الله ملي غتولي عندك لابيتود انك كتوصل لكاس العالم وكتوصل للثمن والربع بطبيعه الحال داكشي غادي يولي غتولي الفرحه بالقياس ولكن ما حدنا دابا هذا الشيء اللي كنعيشوا دابا ما عمر الجمهور المغربي ما عاشوا فراه مورا كل انتصار مورا كل دور راه غادي شوف منير حنايا دابا كنحتفلوا بهذا الشيء وبهذا الانجاز ديالنا وانا كنفكر في المونديال ديال الام جي باذن الله راه بقينا حيين كيفاش واش غنرضاو براسنا اننا نخرجوا من الدور الاول اولا خصنا نوصلوا دابا حيت السقف طلع بزاف من تما لتما ما عرفتش علاش هاد القضيه هادي كتراودني ديما ناخذوا معنا اول متصل واكيد انه غادي ناخذوا من عنده الاخبار ديال بايرن ميونخ وديال المنتخب الالماني كيف العاده كمال من مراكش مرحبا سي كمال السلام عليكم اسي منير وعليكم السلام ورحمه الله جيره مولاي كل شيء الله يبارك فيك اودا سي كمال الله يحفظك اخويا منير تحيه السي فخر الدين الله يشافيه امين الشفاء اللهم امين الشفاء واحفظوا قبل لي تنتا صوتك بان لي كما هاد الريح اللي كدور هاد الايامات يا اخويا راه لا اله الا الله عرفت راه انت تفوت ولا تتعري راس كل شي حاجه تيصنقعك البرد على الله ايمان سيدي كمال سيدي اختي بخير الحمد لله لاباس عليك قال لا والله الا في نعمه شامله ولله كي دايره مراكش اختي والله الا بخير وعلى صافا انا ديما كنسول كمال على مراكش انا راه فرحانين راه حنا ما فرحنا مني مشات السي عبد القادر يومير ما باقي فرحنا 96 سيد الحاج اهلا مرحبا تحيات يا سيد الحاج مرحبا سي مرحبا سي كمال الله يحفظك الله يحفظك سيد الحاج والله الا تنشكرو هاد السي منير بعدا راه جاب ملعب الباشير كله الله يحفظك الله يحفظك سيد الحاج نعم تذكر هذيك جباد عليها راكب واحد العسريه كيجباد عليها كيجباد كيجباد عليها بواحد العسريه الدكتور ما شاف فيها والو عسيله جبد حتى هو عسيله الله سيد الحاج الله يحفظك سيدي منير تفضل ابا كمال الفروس راه في الجيب ايوا نسأل الله العافية إن شاء الله تعالى الفروج بالجيب وراء نابليون راه في قبع الركراكي تا هو أسي موني أبا كمال شتي كاع الفرقة اللي تتلقى عندها مستوى ثابت ما تخافش عليها أخويا موني أييه ما تخافش أنا اللي فاجئني أخويا في هذا المنتخب ما نكذب عليك هو المرابط أخويا اخويا انا زيت يجي فوق راسي يا اخويا ولكن احنا السي منير نهار هضرنا عليه هضرنا عليه كي كنا تنشوفوه فاش كان مع الاسطوره وحيد اييه هذاك المستوى احنا هو علاش حكمنا ما نجي ما نقول راه كاين اللي غيجي يقول لك دابا يقول لك هذاك النهار كنتي كتقول وي وراه ذاك النهار قلت
ولكن راه حنا تنهضروا كي كنا تنشوفوه مع واحد أيه. ولكن الزي والد قلب لينا ما سيجي كل شيء ولا واحد اخر ولا هو القلب ديال الفرقه ولا واحد لقى جيا السيمونير اللي بغيت نقول اه باقي بغيت نرجع مع الحاج الواحد لقى جيا راه ما عندي ما نقول الحاج والله العظيم الا حتيتي صباك الجرح فين كاينه وتي الحاج هو هاد القضيه المنخرط راه ما كاينش اللي موقف الكره قد هاد القضيه المنخرط وتا لا بغيت نخرط الحاج كاع انت بغيتي تنخرط باش تشجع فرقتك وتكون تولي مسير من هنا للقدام تيقول لك مليون مليون ما كاينه في المانشستر الحاج ما كاينه في ما كاينه فيها مليون كاينه غير هنا مليون فرقه في الهوات ولا مشيتي يقول لك مليون باش تنخرط والحذاق هذا اخو منير وانت كتخلص انت كتخلص ديك المليون ومعاك واحد 30 واحد اللي هما الاغلبيه مخلصين عليهم مخلص عليهم الرئيس ايه تتكون جمال الاغلبيه انت اش كدير الاغلبيه هي اللي تتقول العام زين انت اش كدير غير كتعاون الرئيس باش يخلص على هذوك ولا الحاج راه جبنا نعم واش هاد الحاجه جبنا هذا الموضوع جيك النهار مع السيمونير سولو راه قلت لك ما عمرك شتي انت البنكه تحلات مع الجوج د الليل باش يتخلصوا على المنخرط ايه حيت الجمع العام غدا حيت الجمع العام غدا وتحلات البنكه مع الجوج د الليل والمدير البنك سوا منخرط تا هو منخرط وكمال ونتمنى واسمني المنتخب ديالنا وكمال يقول كلام مؤسسي تقول لي اش اخبار المانشافت عندكم لا لا كاينه واحد خبيره زينه جيبها لك في ميكتا راه كاين حاجه تشوف على لا عطيه الله في فرايبورغ أخذت منهم جنيحة تهضروا على ابن عطية الله عطية الله ديال الوداد وأنطونيو شطاك من ماينز كاين الحاجي على لا عطية الله كاين ما كاينش نمزح تنتصنت لهم تهضروا ما كاينش نمزح أخويا منير أسيدي وراه أسي منير هاد القضية اللي قلتي للحاج ديال الجمع العام راه كاين الجمع العام في البير ولكن راه عنده بلاصتو راه فين تيجيرو هما الجمع العام راه بحال شي برلمان دايره القبه قلت لك اسيدي منير بحال شي برلمان ماشي وتتكون مناقشه خليني من هاد الشيء تاع الصفق وراه عرفتي كل ما كان هو انا اللي بغيت نقول لك اسي منير هو هاد كاس العالم انا تنصح غير هاد اللعابه هادو جاو البطوله عندنا راه باش تكون عليهم العين غادي تكون عليهم العين باتكون عليهم العين اخويا منير عرفت اش نقول لك باتكون عليهم العين وخصهم بركه عندنا من هذا الشيء ديال دخل الطبيب هذا طايح هذا ناض هادو ما مخلصين الكروك في نص الطريق الرئيس ما كاينش رئيس الجامعه جا الوالي زوم بركه عندنا من هذا والعون القضائي في الدخله ديال التيران العون القضائي راه مع الاستاف ودابا كل فرقه راه عندها عون قضائي دابا معاهم وكل واحد في الفرقه عنده عون ديالو هذاك ولا ساكن الحاج هذاك ولا ساكن دير التابات هذاك تما ولا تيضرب يمينا وشمالا تتلقى عون قضائي اليوم مع اللعاب غدا مع المسير وغادي وتقدر تلقاهم كمال بعض المرات الاعوان القضائيين اللي كيشتغلوا تقدر تلقاهم اكثر من اللعابه في لا سيونس لان كاين شي مرات شي فريق كيبغي يسجل الغياب ديال اللعابه بعون قضائي كيجيبوه هو واللعابه كل واحد جايب عون قضائي باغي يسجل الحضور ديالو انت تلقى اخويا منول انا تنعرف لا حول ولا قوه الا بالله سيمونير تخدم مع اللعابه وسوينينا مع المدرب بريكولي غاجي هادشي اخو منير خصو يحيد من الكره عندنا هادشي خصو يحيد وهادشي هاد المنخرط هاد القضيات المنخرط هادي بالضبط هاد القضيات المنخرط خصها تحيد شي خلاوها راه ما درنا والو لا هاد هي الحاج هي السوسه وهي المرض الكره وهي اللي راه التنلر هاد القضيات المنخرط هاد القضيات المنخرط قتلات فراقي عندهم تاريخ هاد القضيات المنخرط انا هادي خصها انا الراي ديالي هادي اول حاجه خصها تحيد هو هاد المنخرط نعم ما خدامش لنا الكره
والله يحفظك لي. الله يحفظك الدبه كمال، تحياتي. جيما كوكب اخوي، راه جيما كوكب. واخا نموت لك حلاياك. واخا نموت لك حلا خويا منير. ان شاء الله راه غادي يجي ان شاء الله شي ميجي منتظر تاع الكره ينقد هذه الفرقه هاجي. ايوا نسال الله السلامه ان شاء الله يكون خير. الله يحفظك اخويا كمال. الحاج تنشكروك تنشكروك من جبتي لنا الحاج ما عندي ما نقول. الله يحفظك اخويا كمال. الله يحفظك. الله يكرمك. شكرا. عبد المنعم شفيق قال لك il sera difficile de vaincre la France. La clé passe par le blocage de Mbappé et Griezmann et il faut faire jouer El Khennous et la légèreté nécessaire pour survoler la défense française. انا ملي بالي معاه اليوم الياس شاعر كنظن وحده من الاوراق والله اعلم الا كانت عندنا حنايا لا بوسيبيليتي. انا خايف من واحد السيناريو ما عرفتش واش نتوما خلقكم ولا لا. انا طيله هاد الماتشات اللي لعبنا كان لو سيناريو ان الفريق الوطني هو اللي كيتسنى لادفيرسير، يعني وحنا اللي كنماركيو وحنا اللي كنحميو لو بوت ديالنا وحنا اللي كنحميو لو ريزولتا. ما عمر ما اونكيسينا حنا الاولين وحنا اللي خصنا نقلبوا على يعني هاد السيناريو ما عشناش. شوف انا ما عمرني كنفكر بحال كذا لان هذا بعد السيناريو ما نحملش انا نشوفه غادي ولكن وارد. لا ولكن جو بونس با ان والد زعما دار بليه الحساب على شوف الحساب اللي داير. انا دابا قلت لك انا شفت واحد العدد ديال المدربين وكنتبع الرياضه والناس كيتبعوا دابا اليوم راه ولا كلشي ساهل. هذا الشيء اللي خرج به والد الركراكي شي حاجه جديده. انا ما عمرني في حياتي انني شفت هذه الطريقه هذه اللي لعب فيها فريق اللي هو يهدد الخصم بواحد الطريقه بواحد البلوك بواحد البلوك ديفونسيف خطير اللي توت سويت كتمشي. لان علاش عندنا لي زيلي اللي سميتهم هذوك الدفاع ديالنا الظهير الايمن والايسر كيطلعوا بزاف كيطلعوا يسون غابيد لو بيت اللي جا اي جرى مشى من عند عزيز الله هذيك بعدا ماشي كونتر هذاك اتاك بلاسي شي ديك الاتاك دازو فيها 14 باس خارجه من الجول 14 لعاب ماشي كونتر اتاك وي 14 باس اللي دازو حتى كان لو بيت ولكن لو سونتر ديال لاغيير غوش اللي تيرا. اذا هذوك سي دي زاتاكون اللي في الوقت كيكونوا اتاكون هما يسون ديفونسور ولكن يسون اتاكون. دونك انا كان عندي واحد الثقه كامله في وليد الركراكي لان ما شفناش نفس الطريقه في نفس المقابلات كاملين. كل مقابله الا وعندها لا فيريتا ديالها عند العناصر ديالها. هو تكلم قبيل على البلوكاج وعلى ذاك الماركاج ديال دوك مبابي ودوك لي جوار دونجورو ديال قال لهم انا جو فيغي با سا عنده. لان لمشى دخل معاهم بهذيك الطريقه انك تمشي تقابل لعاب هو اي لعاب الا وراه عنده ان ماركاج ديال ثلاثه كيمشيو ليه وخصوصا مرابط اللي كيمشي بهذيك الطريقه وكذاك راه كيخلع اللعاب. دونك انا في كونفيونس الوليد الركراكي وكنعتقد بانه ما يمكنش لاي واحد اليوم انه يجي ويناقش هذه الطريقه ديالو ديال لانه نجح لحد الان في كل المقابلات اللي دوز نجح. وخا الطريقه موصله لدومي فينال هي هو وصل بهذه ودابا هما الهاجس الكبير ديال كل الفرق انه كيفاش غادي يديروا تيحلوا ذاك اللغز ما لقاوش الان راه كيدرسوها ودي ديشون قال يعني بالذكاء ديالو كيفاش قرا يعني التكتيك ولو ستيل دو جو ديال وليد انه كيفاش كتشوف انه يعني فريق منظم دفاعيا وكيماركي جوستومون علاش دونك هنا فين كاين فين يعني بزاف ديال المنتخبات جاهم الخلل يعني كيفاش انه منظم دفاعيا وكيماركي يعني كاينين يعني منتخبات اللي كيبقاو غير يدافعوا ولكن ما كيوصلوش للمرمى ديال الخصم. السر في هذا الشيء وتقالت بزاف ديال المرات هو كيفاش ان الركراكي قدر يقنع لعابه اللي لادين ديالهم هجومي بحال زياش بحال بوفال انهم يرجعوا يديروا الواجبات الدفاعيه. الوقت اللي كانوا مشاو في حالهم صعيب تقنع هادو بعدا باش تقول لي راك هادو سون دي جوور دو كاركتير هكذا كتضيع شحال ديال الشباب ضاع راه ملي كتفكر ذاك الفيلم اللي شفته انا ديال 2006 ديال نرجس النجار تقلت فيه واحد الجمله واعره قال واحد السقلي المرحوم السقلي فاق حسن قال لهم فقت من الحلم ولكن
شحال ديال الشباب اللي ضاع، شحال ديال الولاد والبنات اللي ضاعوا في وسط الطريق، في وسط الطريق مشاو، لان حنا حلمنا اننا وصلنا لا كوب دي موند، وصلنا ولكن ملي فاق لقى ما كاين والو. واشنو اشنو التبعات ديال داكشي؟ هو هذا ويك اب ماروكو، استيقظوا استيقظوا باش نوضوا نعاونوا بلادنا كاملين. دونك هذا هو السيستم، كان ميساج جميل اليوم. هو اللي ميم جوار، اللي ميم جوار اللي كانوا مع هليلوزيتش هما ولاو بحال شديتي لعابه وحطيتي لعاب اخرين. واش امرابط اللي كاين دابا هو اللي كان معاه؟ لا ماشي هو، ما كانش. وزياش راه زرع عليه قال لك ما كيصلحش، مزراوي ما كيصلحش، وتبعوه شي وحدين كيديروا حمد الله ما كيصلحش، هذا ما كيصلحش، اللاعب المغربي اللاعب المحلي ما كيصلحش. شكون بقى؟ إلا سمحتوا لي ناخذ فاصل ثم نعود، وغادي ناخذ معنا السي هشام من أكادير. موعد ثابت كل يوم اثنين مع 9:30 إلى غاية الساعة 11:00، 90 دقيقة كيف ما هي في تيران، معكم هي في البلاطو. قيمة كبيرة، لكن زياش ارتكب غلط كبير أنه الذهب قيمة كانت كبيرة مغرية حقيقة. اش قال الفار؟ اليوم غادي نوقفوا عند موضوع مهم جدا للنقاش، التشكيله المثاليه. بالنسبة لهذا شي با داكور موسي بالهذا سي سي دي باسي سي دي باسي لا سي دي باسي. اذا غلطنا ملي حطينا بالهند على مستوى السوق راه المنتخب المغربي يزن ذهبا. هل مستفهم على زياش استاذ حز كرواسيا الاسبوع الوي توا راه تمسيلو بمجموعين طويل ورابيد. نعم. يتجدد بكم اللقاء في 100% فار مباشرة على قناتكم الفضائية شادا تيفي. 100% فار، المجلة المغربية لأخبار الرياضة، مباشرة كل اثنين في 9:30 مساء، يعاد بثها الأربعاء في 6:30 مساء، والأحد في 11:00 صباحا على قناتكم الفضائية شادا تيفي. مشاهدينا مرحبا بكم في الموسم الرابع من برنامج حباب رباب. كيفاش قناتي يا باش تغني الراب؟ ما عمرها فكرت تغني الراب. جامي دابا زعما كمستمع كنسمع مي زعما اني ندير هذاك لو با ونغني كل اغنية ديالي راهي جامي دلافي. اللي في القمر لون الورود الله وحنا اللي خاف هو ماشي من ولا يغني. انا اصلا يعني اللي شجعني اكثر على انني ندخل يعني نغني وكذا هو الانستغرام. فين غادي بيا خويا فين غادي بيا قولوا لا لغيت مولاتي. كنحس باصي باقي بعيده على انني نرتبط بالشباب. من قطع الخط للاسف على هشام من اكادير، وغنمشيو عند سعيد من كندا. مرحبا سي سعيد. السلام عليكم سي منير. اهلا وسهلا خويا سعيد. سلام كي دايرين اسيدي لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك. والله الا الحمد لله وشكر لله. الحاج خايب بابا السلام عليكم سيدي. اهلا سيدي السلام عليكم، الله يحفظك خويا. الله يحفظك شكرا. لا لاباس عليك. لا يخطيك شكرا لك. كل شيء هانيين الحمد لله. الحمد لله. واخا بغيت نسول سي الحاج خايب بابا الدفاع الفرنسي واش ما تشوفش بان ثقيل شويه بحال هذاك الدفاع اللي شفنا عند بلجيكا؟ الراي ديالك كيبقى. انا دائما كنطلق من فعلا كاينه هذه النقطه هذه ديال انه كاين شويه ثقيل، ولكن انا كنفضل باش نتكلم على الفريق ديالنا، على الطريقه ديال اللعب ديالنا، لان ما غادي يكون هجوم على فريق كامل، لان كنقول لك الطريقه اللي كيلعب بها وليد الركراكي حاروا فيها اكبر المدربين. وسمعت انا واحد العدد ديال النقاشات خصوصا التوانسه كيديروا برامج رياضيه مهمه جدا وكيتناقشوا فهذا الشيء، وقالوا كان واحد الاجماع من تقنيين كبار كيقولوا بان الطريقه اللي كيلعب بها وليد الركراكي خصها تبقى تدرس باش يفهمها الانسان، لان حتى ديك لا فيبلاس، لان راه كتلعب مع فريق اللي كان دائما مسيطر. فرنسا راه عندها جوج ديال لي كوب دي موند، راه حنا اول مره كنوصلوا لهاد لوكاري، ولكن كنلعبوا معاهم بدون مركب نقص سون كومبلكس. علاش؟ لان ملي كتفكر كتقول عندنا واحد الحمايه، ماشي غنخرجوا بحال اللي شفنا في اش كيفاش كان كيلعب اللاعب الافريقي قبل، كيلعب بديك المزاجيه
كيبغي ديك الدريبلاج كيبغي يقلب على داك التيبون يقلب على هذه وعلى هذه حتى كيلقاهم جمعوا معاه الاخرين كيمشيو هجمه وحده كيسجلوا. هادشي اللي قال هادشي اللي كيقول دابا اللي كيقول وليد الركراكي كيقول لك انا غادي نلعب الكره باش نماركي باش نربح كيفاش كندير الطريقه ديالي هذاك شي شغلي انا هذاك سي ان سوكري ديالي انا انت الى سا ميثود دو جيستيون حنا كي نو ترانكيليز موا بيرسونيلمون نهضر على على راسي انا كمتتبع وكنتكلم اليوم كمغربي غادي بغيت نحمق اننا نوصلوا نوصلوا بعيد حتى دابا انا فرحان انا فرحان لانه حققنا واحد الحلم وعشنا حتى شفنا واحد الحاجه اللي كنا ديما كنا كنأملوها في حياتنا وكنشوفها بطريقه ديالنا وطريقه مزيانه ماشي داكشي ديال التماويت في الارض وطيح وسخفان وخرجوه ودخلوه هذا عندنا واحد لو ستيل دي جو ديالنا خاص بينا وخاص بالركراكي وتري فور وتري فور شي حاجه مجهده ماشي شي حاجه اللي عاديه ان ستيل كي في اونور او ماروكان سي سا كو جيم بوكو الله يحفظك الله يحفظك الحاج وعندك واحد الاخ سيد الحاج خيبابا عندك واحد الاخ هنا في كندا اييه كاين خويا خويا تلاقيت معاه واحد النهار في دار المغرب هو راه صحفي تما راه صحفي في كندا صحفي في كندا نعم بارك الله وشكرا على هذا البرنامج سي منير وإلا مشيتي لدار إلا مشيتي لدار المغرب نصر المغرب ان شاء الله سي سعيد إلا مشيتي لدار المغرب سلم لي على مروان دي جي بالغليس سلام تاعك بارك الله فيك مروان قماش الله يحفظك السي سعيد تحياتي السلام عليكم السيدي شكرا شي اجواء على ديك المغاربه اللي في الخارج والله العظيم الا في كل بقاع العالم شي اجواء دايرينها في المتابعه ديال الفريق الوطني في ديال لي ماتش يا سلام يا سلام كتلقاهم موجدين الجلسه بالرايات بالاقميصه ب كاين كاع الدقه المراكشيه وداك الشيء يعني خاصك تشوف في نيويورك الدقيقيه هلا وهلا من نيويورك نوتر انترينور اي لا كلي دو نوتر ريوسيت وي افيكتيفمون وي سي جوست سي جوست انا كنحس بلا سيكوريتي مع مع الركراكي وجيتي تري كونتون لان كنقرا في عينيه اليوم في لا كونفيرونس دو بريس انه كان سوغ انه ما كانش حاجه اللي توتر له راسه لان كون كان شي مشكل خطير كان غادي يبان من خلال لا كونفيرونس لان حاسه شنو كيتسنى ولكن كان كيهضر بواحد لا سيرينيتي كيف كيف بليزير حنا سانو ترانكيليز سي عبد قال لك سي منير العالم الله باش يرجعوا الصحفيين والمسيرين واللي مشى لقطر على نفقات الدوله واش يجيبوا شي علاقات وافكار افكار ودروس تطوير الرياضه المغربيه من هذا الحج الكروي ولا ما كاين غير بدون فائده ونتمنى نشوف الناس مشاو سواء اللي على نفقته ولا على نفقات الدوله شغلو هذاك غير ما بعد هذا الانجاز اللي عنده شي مسؤوليه يمشي يقد بها ويمشي كيف كنقولوا ينض الشغل ديالو البلاجكا واحد كيقول لي زعما في بلجيكا بحال مضيقين الخناق على المغاربه قلتي قامعيننا والفرحه بالقياس ان شاء الله الرحمن الرحيم والخروج ان شاء الله للشوارع يكون بالقياس الحمد لله اون حكيمي il va s'occuper de son ami Mbappé et Mazraoui s'occupe de Dembélé l'autre côté ان شاء الله on peut faire quelque chose ديما ماروك الرضا بركان ان شاء الله الرحمن الرحيم واحد مسمي راسو الفقصة عزول سيمونير نتمنى الشفاء السي فخر الدين وتحية للحاج أمولات 37 شكرا لك ما زلوكش أتمنى من وزارة السياحة استغلال هذا الإنجاز لترويج السياحة في المغرب في جميع مواقع التواصل الاجتماعي تحياتي أنا معك على طول الخط ماشي غير هذا الاستغلال بزاف ديال الله يتمر مروجة بلا بيهم مروجة بلا بهذوك ديال السياحة لأن الناس الآن في جوجل كل شيء كيقلب ناس دي زانفستيسور دي ناس اللي بروموتور ديال التوريزم كيدخلوا كيقلبوا على الاسم ديال المغرب نمشيو لفرنسا ناخذوا معنا السي عمر اهلا وسهلا سي عمر السلام عليكم السيدي منير صباحكم كيدير خطيب الله يبارك فيك السي عمر الحمد لله بارك الله فيك شي حاجه لاباس عليه راه مرحبا كبير بالناس الصوت ديالو مرحبا اخويا مرحبا سي عمر هذيك راه كنطولي باش الناس اللي كنطولي في البطوله في الراديو اييه وكنسلم على اختها هي
إيمان. الله يبارك فيك مسند. شكرا الله فيك. أستي إحنا المنتخب راه إحنا عندنا الثقة الكاملة في وليد، وعرفنا إن شاء الله راه هنا كيهضروا على الكيب المغرب عزما راه ماشي شي كيب لعية سهلة. عارفين هما فرصهم اللي راه الديفونسور ديالنا ما غاديش يرجع، ولكن الحمد لله. سي عمر واش هما كيهضروا نيت حيت حاسين باللي ليكيب ديالنا صعيبه ولا كيديروا معنا داك الصواب؟ لا كحاسين اخويا البرامج ديالهم حاسين عارفين داك الضغط اللي كيكون بين المغرب وفرنسا، عارفين بلي راه شي حاجه غطرا، ولكن حنا تايقين وموجدين وكلشي الدرابويات كاينين كلشي كاين كتسناو الربح غادي نخرجوا ان شاء الله. ايوا الله يسهل الله هما ولادي كيتصنتوا هما راه كلشي كلشي مع المغرب. مناش من مدينه انت سي عمر؟ نعم. مناش من مدينه؟ انا من فواتي حدا قريب لباري واحد فواتي. حيت داك النهار في باري خارجين المغاربه كيحتفلوا بالتاهل، موراهم خرجوا لي فرونسي حتى هما هادو واقفين هنا والاخرين واقفين هنا. وي راه حنا فاش ربحنا البرتغال راه خرجنا كاملين راه مولدينا هنا حتى هما خارجين كلشي خارج. يا سلام. ان شاء الله غادي يكون عندما يطلعنا لافينال راه ماشي حاجه راه يا سلام. ان شاء الله. تحياتي سي عمر. كنسلموا عليكم ونسلموا الحاج عمر في النهار الكبير هذا وحفظ لي فروسكم. الله يحفظك سي عمر. شكرا لك. سامو ريهو قال لك تحياتي اخي الكريم منير وايمان الرجل المحترم خي بابا اللي عشنا معاه الذكريات. اتمنى للمنتخب الوطني الانتصار بشعار لا اله الا الله محمد رسول الله ونعمه النيه. سي ديك النيه راه واعره. النية ديال مرضي الوالدين. النية كيقول لك النية وضرب بوطه وتخرج صافي. وفعلا داكشي اللي وقع. واحد الميساج ما فهمتوش، ولكن سي عبد الحليم الشلافي الا ممكن عافاك قول لي شنو بغيتي تقصد باش نقراو الميساج. تحياتي كذلك تحياتي سي عبد الحليم، تحياتي للرضا، تحياتي كذلك الصديق ديالنا حجي. يجب ايقاف شواميني الذي يجد حلول للمهاجمين الفرنسيين. ودابا راه المنتخب الفرنسي الا جيتي تشوف راه شحال قدك توقف، راه كاين بزاف، راه كلهم نجوم لا فرديا ولا جماعيا. الاشكال اللي غيكون عندنا هنا هو كيفاش انك غتوقف كل شيء وشوف كيفاش انك تستغل. انت كيفاش كيبان لك سيخي بابا هذا المنتخب الفرنسي هذا بكل صراحه؟ والله ما خلعني اقسم بالله العظيم، والله انا كانت خلعاني اسبانيا اكثر منه، البرتغال اكثر منه، اكثر من الفرنسيين. شو واخا نقول لك هما كيلعبوا حتى هما راه كيلعبوا دغري بحالنا، كيلعبوا لا ميم شوز، ماشي عندهم دي غروند فيدات. ما شكون اللي حيدوا هما في الاقصائيات؟ كان عندهم دي ماتش فاسيل. اخر ماتش كان عندهم لابولونيا، اضعف بولونيا في الويتيان، اضعف فرقه كاينه في المونديال. حنا شكون دوزنا على لي زيسبانيول سميت اللي عندهم؟ شكون المدرب ديالهم؟ هادو غادي تجي غادي يكون الميم سيستيم ديالنا. انا سوي تري كونفيون وانا مهني شي هاد الماتش نفضل يكون اسبانيا فرنسا ما تكونش عندنا الانجليز، وما غادي يكونوش صعب من البرتغال وصعب من اسبانيا. كون هاني واخا مبابي واخا هما مع انكلترا راه فلتو غير بهذاك ضرب ديك الكره للقمر فلت هذاك البينالتي. فهمتي ما كانوا ميدوزوش في الكاس. والجميل في الامر هو وليد يعني رجع ديك الثقه ديال المغاربه يثقوا في الفريق الوطني المغربي. رجعنا حنا كاملين بعدا رجعه، لان ما يمكنش تجتمع الامه كلها والناس كلهم غاديين باش يكونوا خيبه الامل. نقرا واحد الميساج ديال رضا ومن بعد باقى لي واحد دقيقه نسولك فيها واحد السؤال على الماتش ديال اليوم دومي فينال الاخرى. رضا بركان قال لك سلام، il faut faire attention à Griezmann, Mbappé, Dembélé, il faut vraiment faire attention à cette équipe parce qu'ils ont gagné la Coupe du monde 2018. ديجا كتهضر على لو تورنو دي تيتر بالنجوم ديالو، دونك راه ديجا اللعابه ديالنا راه غيشوفوا هادشي، عارفين هادشي، عندهم لا موتيفاسيون نيسيسير لهادشي. 2018 راه حنا تظلمنا في هذيك تحنا في هذيك لا كوب دي موند وما كناش بيان اونكادري. غناخذوا حقنا هاد لا كوب دي موند. سخي بابا اليوم الارجنتين كرواتيا. انا من ترشح؟ انا كنظن بان الارجنتين اللي غادي تدوز. ميسي؟ ماشي كيستيون ميسي، كنهضر على ايكيب. ولكن بان الدور ديالو في هذا العام. زعما ماشي ذاك ميسي اللي كنا كنعرفوه في البارسا، لان راه كتعرف اي كرون جوار راه كيكونوا معاه لاعبين اخرين، راه كانوا معاه لعابه كبار، كانوا العلماء كانوا كيوجدوه كيعطيوه.
اليوم راه هو في وسط هاد ليكيب. انا جو بونس بانهم اللي غادي يمكن يدوزوا. واخا شفنا يعني كرواتيا مع البرازيل بهذيك القوه ديالها واخا، ولكن انا زعما رأيي ديالي ونتفضل يا ربي دوز هذاك ونتلاقاو معهم في الفينال. بغيتش نتلاقاو مع كرواتيا. بغيتي لارجون دابا تخيل معايا الفينال مع كرواتيا. تخيلوا معايا ندوزو بعدا ونشوفوا ان شاء الله. كنشكرك جزيل الشكر الحاج محمد خلي بابا، ان شاء الله نتلاقاو في منافسات وفي مناسبات اخرى بحول الله. شكرا ايمان، شكرا لك منير، شكرا الحاج ان شاء الله بابا، شرف لي انني نكون جالسه معك. شكرا لك. حتى غنتلاقاو معكم مستمعينا الكرام في برنامج البطوله في الحلقه ديالنا العاديه من الوحده حتى الثلاثه، على اساس ان نعود ان شاء الله مع السبعه العشيه ما قبل نصف نهائي كأس العالم، نصف نهائي كأس العالم المغرب وفرنسا بحول الله الساعة الثالثة. استوديوهات شادة FM بعد قليل. موجز الأخبار مع مريم وجيه.